اسمي يوسف أبرجل، أنا ساكن هنا 37 عام، والدي زين من الأطلس أي تعتاب. عندي أربعة الأخوانات وأربعة الأخين. الوالدين ديالي، أمي كانت في الدار ما خداماش، هي تدير تصور الدار، تصور الأولاد تسكويلا، وبابا حل المحل تيبيع، كان خضار تيبيع الخضرة، كل حياته كانت عنده الحانوت يبيع الخضرة وشي حوايج أخرين حتى هما. وأنا خلقت هناك الأول، كان عندي أختي وخايا، هما جاو من الماروك، كانوا عندهم عامين، وأختي كانت عندها 4 سنين، هما الكبار. وأنا خلقت الأول في 59، والوالدين دي جاو من الماروك، ما تهدوش العبرية، يهدو غير السلحة ولا العربية. شي 10 سنين ولا 20 عام غير العربية في الدار، ما تهدوش والو. وأنا دابا تعلمت ديك العربية داك الوقت، تهدرت فيها خير من دابا. كريت في البلاد فين سكننا، كانوا جوج سكويلات، سكويلة اليهود ريليجيوس، والسكويلة الأخرى الأولاد الوالدين ديالهم مش ريليجيوسين. كريت هناك 8 سنين، بعد 8 سنين مشينا السكويلة اللي اسمها هاي سكول 4 سنين، ومن بعد كان عندي 18 عام ساليت ديك السكويلة، ومن هناك مشيت للعسكر. العسكر تكون 3 سنين في العسكر، ساليت العسكر كانوا عندي 21 عام، ومن بعد جلست هناك سويس، وبغيت نمشي نتزبد نتزباد من البلاد، نشوف العالم شويه. سافرت من هناك، سافرت لغريس، غريس، ومن هناك عبينا تزبادنا، عملنا دورة لحقنا تا لندن. لحقت لندن، بقيت هناك عامين ونص في لندن، ما مشيت البلاد، ما شفت والدين. ومن بعد صبوني هناك دوك البوليتي، صغدوني البلاد، قالوا انت نخدم هنا ما عندكش الكوخت، وطلعوني البابور وصغدوني البلاد. رجعت لهنا، جلست هناك 4 سنين، وتزبات عاد ثاني، تزبات وجيت للدنمارك وحصلت هنا. جينا لهنا في 86، وما عرفت، ما نهضرش الدنويه، هضرت شويه الانجليزيه، ولقيت بزاف الصحاب يهود اسرائيليين كانوا ساكنين هنا، وبدينا نخدموا في الشارع، تنبيعوا الحلقات و عرفتي جولريز. خدمنا شي 5 سنين ولا 10 سنين، هذيك هي الخدمة ديالي اللي كانت في ذاك الوقت. تعطونا واحد الموضع الكومون، عطونا الموضع فين مع الكواخت، بحال عندك الحانوت ديالك، شويه حانوت صغيرة 2 متر على 2 متر، وخدمنا هناك بذاك الحال، ذاك الحانوت الصغيرة خدمت هناك 25 عام. ديك كل الصباح تنزي طونوبيل تنحل تنسد هذيك كانت الخدمة ديالنا. ومن بعد بدلت شوية، بحال دابا أنا ما خدامش بديك الخدمة، دابا أنا خدام تنبيع خدامة في شي، لا كانت عندي الشركة ديالي، حلت الشركة ديالي
مرة واحدة ثلاثة المرات ساري كانت مساد ما تمساد وعرفتي خلطت دابا انا خدام مع سي ساريكا خدام عندهم خدام مع انا تاعتي ولا الصهريه ديالي اليوم كنت غادي نجي لهنا مع صاحبي واحد صاحبي هو من البلاد ديالي فين ساكن في اسرائيل هو حتى هو ساكن هنا في دنمارك كنت بغيت نجيبه معايا على شو تي هو يهودي مغوكي في حالي وهنا كاينين اليهود وكاينين الكوميونيتي اليهود سي 7000 اليهود ساكنين في الدنمارك وكوميونيتي مش كبير فحال بلجيم ولا في انجلاند ولا في فرنسا هنا كوميونيتي صغير 7000 مش بزاف وكانين دوك زوج سيناغوغ السيناغوغ الكبير والسيناغوغ الصغير ودوك السيناغوغات داك السيناغوغ الصغير هذوك غير هما اكثر ريليجيس ديالهم اكثر من دوك الاخرين وما عرفتي ديك تاع بيو كل شيء تاع عندهم دوك يو نو 40% داك اليهود مغوكيين مش اشكيناز عرفتي اشكيناز مغوكيين دي ساكنين هنا هما في الكوميونيتي اللي هو هنا في الدنمارك وكل حنا تنهضروا على الماروك كل 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 اول تايم الماروك عندنا في الجلسه هنا مش هنا عرفتي سو تنهضروا على الماروك على الماكله تنديروا الماكله في الدار هنا تنديروا الطازينات والكسكس وكل شيء بحال هل تعلمنا من الوالدين كي هما علمونا كيفاش نعيشوا العيشه مش العيشه دي هنا دي دنمارك العيشه دي كانت بالوالدين الصلادات الصلاده المطبوخه ولا كل شيء مش في دنمارك لان الامباكت عندنا في البلاد هناك تقدر تسمع بزاف على كيفاش الناس كانوا فرحانين اليهود كل اليهود المغوكيين كاين في البلاد مغوكيين اللي جاوا من المغوك تال دابا ساكنين كاين سي قبل المليون يهود مغوكيين اللي ساكنين في البلاد واحدين ماتوا عندهم الاولاد و يو نو هادوك كانوا دابا فرحانين باش يقدروا يمشيو للماروك يزوروا الماروك دابا بلا فيزا بلا يقدر يدخل مكبل خصك تجي مع الفيزا وكان صعيب تدخل للماروك هما كانوا في الماروك الوالدين ديالي ما كانوش في الماروك شي 50 عام ومن بعد بابا مش ماما ما كانت هناك بابا وخواتاتي مشاو مع بابا الماروك وهو دابا مشى لهناك داك الزنكه فين كانوا ساكنين وعرفتي كان تبكي قال لك شوف دابا كان صعيب ولقى شي وحدين هناك في ذاك الشارع شي وحدين قال لك هذاك ميمون هذاك تنعرفو يعني لي سيمو ديالهم وبداو يتانكو بكاو فحال كانوا الاولاد صغار يو نو سو عجبو الحال قال لك دابا نمشي عاود ثاني دابا يمشي للمغوك عاود ثاني ومن بعد مرض ما قدرش دابا نقول لك الحق هنا في الدنمارك نقبل على المشاكل ديال عرفتي التيرو ولا السويس خايفين الدنوير البوليتي ديالهم خايفين باش يجيو الناس داك لوك اللي جينا لهنا كان كلشي محلول كلشي مرحبا هذا يخدم كواخت بلا كواخت اليوم صعيب كلشي تبدل
دابا كل شيء خصو يكون كرسي مع الفيزا شحال كلستي انت تزبدتي انت اسكلتي واسمعي انت نعستي خصهم يعرفوا كلسي مش غير هنا في الدنمارك هنا اوروبا كلها ثم غات داك الوقت قدرتي تجي تخدم بلا ما كانش المشاكل اليوم صعب اليوم صبوك يطلعوك على صوروك البلاد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.